توارد شكايات العديد من المرضى المصابين ببعض الأمراض المزمنة بسبب غياب بعض الأدوية من بعض الصيدليات، وهو ما طرح مشكلا بالنسبة للعدد من المرضى. كتعاني بأمراض الدم، مرض سرطان عامين وهي كتعاني به، وبعض المرات كنتزير ما تكونش عندي باش نشري ليها الدواء، بعض المرات ما كنلقاش، بعض المرات نلقاه، بعض المرات كيقول لي تسناي تجي ودي. عندي مرض السرطان 3 سنين هادي وانا تنعاني منه، حتى قلت تعالجت منه عقب رجع ليا. جيت باغا ناخذ الدواء قالوا لي ما كاينش مقطوع، ومشيت للصيدليات اخرين درت عليه وقالوا لي ما كاينش، ودابا غادي نرجع عندهم نشوف واش يبدلوه ليا، ولا ما غنديرش الدواء اليوم، ولا داك الشيء اللي مكتب الله غادي نديروه. وإيمان من قناة شوف تي في بضرورة أخذ الرأي والرأي الآخر، انتقل طاقم القناة إلى عدد من الصيدليات بمدينة الدار البيضاء للوقوف على الأسباب الكاملة بخصوص ندرة بعض الأدوية. القضية ديال الدواء ما كاينش في لافارماسي ولا اون غيفتور كما كيقولوا في الفرنسي ولا هذا، هذه القضية عندنا تقريبا غير في المغرب أو دول العالم ثاني، تقول لك الدواء ما كاينش، والدواء ما كاينش هو المشكل، ولكن على المصنعين الدواء اللي كيصنعوا الدواء، الدواء اللي كنسميوها نادرة أو الأمراض المزمنة، أنه كيجيو للصيدلية وما تلقاوش الدواء، هذا ماشي مشكل، مشكل حد ذاته مطروح من طرف الوزارة. وللتأكد من صحة المعلومات التي أدلى لنا بها بعض الصيادلة، راسلنا عددا من الشركات المغربية المختصة في صناعة الأدوية للاستفسار حول هذا الموضوع، لكن وللأسف ظلت تساؤلات الرأي العام الوطني معلقة نظرا لعدم توصل شوف تي في برد عن مراسلاتها. كما حاولنا الاتصال بمدير المسؤول عن صناعة الأدوية بوزارة الصحة أكثر من مرة، لكن ظل هاتفه يرن بدون جدوى.